الموجز الرابعة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة. ويستمر التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وأدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إقبالا متزايدا على التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية في أحياء المحافظة. أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأدلى حازم عمر بصوته بلجنة تأسيس نبراوي بالتجمع الخامس، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري. وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود إقبال كثيف في مختلف لجان الاقتراع بجميع المحافظات من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاء احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على المواطنين. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان على أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية. وأوضح البيان أن التقارير الصحفية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تتسم بالسير الميسر والسهل وتسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة. ولوحظ وجود كثافات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر. وأضاف رشوان إلى أن هذه التقارير أكدت أن جميع لجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد. و
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، ذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، كذلك إنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع، وبالأخص الطاقة الكهربائية، ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية. انتهى موجز رابعة، وعودة مرة أخرى إلى تغطيتنا المستمرة وزميلتي سحر ناجي. إليك سحر. شكرا لك حكمة عبد الحميد.